السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشعر دائما أن موضوع البوند موضوع معقد ويصعب فهمه؟ تشعر أن هناك دائما خلط بين أنواع الأجيال المختلفة، بدءا من الجيل الرابع وانتهاء بالسابع ومرورا بالثامن واليونيفرسال بوند؟ تشعر دائما أن هناك لبس في التقنيات والعمليات المتعلقة في اختيار البوند وتطبيقه؟ إذن هذه السلسلة إن شاء الله ستكون مفيدة في تقديم صورة واضحة وكاملة تؤدي بإذن الله في نهايتها إلى أنه يكون موضوع البوند واضح تماما وسهل إن شاء الله. تكلمت طبعا في المحاضرتين الماضيات على جانب عملي يتعلق بخطوات تطبيق البوند، وحاولت للتسهيل أني أقسمها إلى 10 خطوات، وقدمت توصيات تتعلق بكل خطوة من هذه الخطوات. يمكن القول أن هذه السلسلة هي الجانب النظري المهم والأساسي لفهم عملية البوند وجميع ما يتعلق به، بحيث يتوائم الجانب النظري والجانب العملي سوية ويؤدي إلى الوصول على أفضل النتائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا كما أسلفت زملائي الكرام، المحاضرة اليوم تقدم أساس نظري مهم لفهم عملية البوندينج وتفاصيلها اللي أحيانا تبدو معقدة للبعض. بشكل عام لفهم عملية البوندينج يجب أن يكون لدينا أساس نظري عن الجسمين اللي راح يتم التصاقهم ببعض، وأعني بهما السن والبوند إيجنت. ومن خلال هذه السلسلة اللي راح أبدأها اليوم إن شاء الله نظرية، راح أتكلم على طبيعة الارتباط بين الجسمين، ولتكون الصورة واضحة لابد من معرفة تفاصيل تتعلق ببنية السن وعلاقتها بالارتباط، وتفاصيل تتعلق بعوامل تحسين الارتباط، وتفاصيل تتعلق بالبوند ايجنت نفسه. بدي اشير اولا لحساباتي على التواصل الاجتماعي، اللي بيحب التواصل لاي استفسار انا جاهز ان شاء الله. ممكن بسح ايضا هذا الباركود للوصول الى كل حسابات التواصل الاجتماعي لي. خلونا اذا نبدا. بالنسبه لبنيه السن نفسه اللي راح يتم تطبيق البوند ايجنت عليه وربطه بحشوة الكومبوزيت، احنا بنعرف انه بنية السن او انه تاج السن يتكون من نسيجين هم الانامل والدنتيم. بطبيعة الحال الانامل هو يستطيع او نستطيع ان نقوم بعمل ارتباط افضل، بوندينج عليه بيكون احسن لعدة اعتبارات، منها بنيته المتماسكة واحتواء محتوى المعدني غير العضوي العالي اللي بيتيح لنا انه نحن من خلاله نقدر نعمل تاجز او ميكرو بورز عن طريق عمليه الليتشينج، ايضا لانه يملك طاقه سطح اعلى، وهي المفاهيم وهي المصطلحات راح نتعرف عليها وتصير ان شاء الله سهله في بحر المحاضره. على عكس العاج اللي البوندينج فيه بيبقى اقل، في عندنا كتير تعقيدات تتعلق بنجاحه، لانه بطبيعه الحال في تغير مستمر بمحتوى العضوي اللي بيتمثله الكولاجين ميش ومحتوى المعدني يلي بيتعرض له أو مستهدفه من خلال الإيتشينج، ويعني كثير أيضا من التعقيدات الأخرى اللي هنشوفها. مثل ما أنا شايفين الدنتين تقريبا 50% محتوى معدني، ممكن يصل إلى 40% في بعض الحالات، والإنامل المحتوى المعدني 88% ممكن يصل إلى 97%، وهذا بيفسر انه نحن في عملية البوندينج ما عندنا مشكلة مع الانامل، لكن هناك بعض الكومبليكيشنز بعض التحديات اللي تواجهنا لعمل نجاح او لعمل بوندينج ناجح على الدنتين. مثل ما حكينا اذا فالعاج عندنا مشكلة بانه هو ممكن امتداد للكاريز داخله فيعمل نوع من تغيير في محتوى العضوي والمعدني. ايضا عندنا مشكلة تتمثل بانه الاغنية العاجية او الدنتين التيوبلز دائما تبقى مملوءة بالسوائل يلي تتحرض او بتجي من البالب، ومعلوم انه البوندينج بيتأثر سلبا بوجود الماء. ايضا هناك مشكلة تتمثل بالمحتوى العضوي العالي اللي ما بنقدر نحن نستهدفه بعملية الايتشينج، واللي بيأثر على عملية الانترلوكينج اللي بتحصل بين البوندينج والكولاجين ميش. واخر شيء انه الدنتين بطبيعة الحال هو قريب للب السن، فبنا نكون كتير حذرين انه نحن دائما نعمل اجراءاتنا بطريقة ما تعمل irritation للبلب.
بعد فهم خصوصية بنية السن، خلونا نلقي نظرة على آلية الالتصاق. طبيعة الحال عملية الأدهيجن هي ممكن تكون كيميكال أو ميكانيكال. كيميكال أعني بها أنه بيحصل ترابط حقيقي بين الذرات، مثل مثلا ما نقول نحن CO2 ذرة الكربون ترتبط مع الأكسجين بتعطيني مركب CO2 مثلا أو H2O. فهون نحن عم نحكي عن ارتباط كيميائي حقيقي على مستوى الذرات، في حين هناك نوع آخر من الأدهيجن بيحصل عن طريق حصول مثل interlocking، نتيجة حصول penetration من مادة داخل مادة تانية ضمن الجابز أو بورز أو ما إلى هنالك. وقد يحصل نوعي الارتباط سوية في بعض الأحيان. طيب، عملية الأدهيجن تتأثر بمجموعة من العوامل مهم نتعرف عليها كبداية الآن، لأن الحقيقة فهمها رح يخلينا نفهم آلية الخطوات اللي عم نعملها لتحقيق البوندينج الناجح، وحتخلينا قادرين أنه نحن دائما نحسن بخواص البوندينج أو بخواص إجراءاتنا على السن بطريقة توصلني لأفضل بوندينج ممكن. العوامل اللي رح أشير إلها واللي هي جدا مهمة تفسر إجراءاتنا أثناء عملية البوندينج هي نظافة السطح، زاوية التماس، الكونسبت مهم جدا، وكثير من الزملاء بيقولوا لي انه هذا المفهوم بالنسبة لهم شوي عسير الفهم، فان شاء الله راح نبسطه بطريقة تكون واضحة للجميع. السيرفيس انرجي، طاقة السطح بطبيعة الحال اللي نحن بنستهدفها بعملية الليتشينج لرفعه، والويتينج والترطيب خاصة على مستوى البوندينج، واخيرا الهايبريد زون اللي بتتشكل نتيجة البنتريشن اللي بيحصل بين البوندينج انسايد دينا التيوبيلز. العامل الأول هو نظافة السطح، ونظافة السطح أساسية ومهمة حتى مع المواد اللي بتلتصق كيميائيا مثل الجلاس أينومر. الجلاس أينومر بوندينج بيحصل بطريقة كيميكال، على عكس الكومبوزيت اللي بيكون ميكانيكال عن طريق التاجز اللي بعملها بسبب الإيتشينج. وبكلا الحالتين أنا بحاجة لسطح نظيف. إذا بدي أحصل على سطح نظيف يكفي مثلاً أنا أعمل إيتشينج لمدة 10 ثواني فقط، نعمل شيء اسمه كونديشنينج بهالحالة أو تكييف، وتفسيره هو أنه دائماً السطح النظيف بيؤدي إلى ارتباط أفضل. وممكن فهم هذا الأمر ببساطة مثل ما أنا شايفين بالشكل، هو أنه لما يكون السطح نظيف فبطبيعة الحال التاجز أو الميكروبورز بتبقى واضحة أكثر، وبالتالي عملية الانترلوكينج بتبقى أسهل للبوندينج داخل الدنتين. العامل الثاني هو الكونتاكت انجل او زاوية التماس، وزاوية التماس هو مصطلح يستعمل ايضا حتى مع البريشن ماتيريالز، وحقيقته او معناه هو انه كيفية توضع قطرة البوند على السطح. يعني انا لو حطيت نقطة من اي سائل هي بتاخد شكل على السطح اللي تجي عليه، فطريقة توضع القطرة هي تعمل زاوية مع السطح اللي هي مستندة عليه. هاي الزاوية الحقيقة إلها علاقة كتير كبيرة بقدرة الايجنت على أنه يرتبط بشكل أفضل. فحنلاحظ أنه في حال كان في عندي ترطيب كتير قليل لحالة ما أنه السائل لزج كتير أو أنه السطح جاف جدا، حنلاحظ أنه الزاوية منفرجة وهون بيكون في عندي ارتباط ضعيف. أفضل شيء هو لما تكون الزاوية صفر، ومقبول أنه يكون أقل من زاوية قائمة. بهالحالة مثل ما احنا شايفين القطرة، قطرة البوند ايجنت رح تكون أقرب إلى السطح ورح تقدر تتغلغل بشكل أفضل داخل السطح. فالحقيقة كل ما قلت الكونتاكت انجل كل ما زادت قدرة الليكويد أو البوندينج ايجنت للتغلغل داخل مسامات السطح. فهذا يعني كمان عامل إله علاقة بأنه نحن نحسنه من خلال أنه نحن نعمل ترطيب كويس في سطح السن وأنه أو على سطح العاج، وأنه نحن دائما نحاول يكون البوندينج ايجنت عنده قدرة على أنه يتوضع على السطح بطريقة أكثر صميمية من أنه يتجمع على شكل قطرة دائرية ويعمل لي زاوية منفرجة. عندي طاقة السطح أيضا واللي هي على علاقة بتلوث السطح، فنحن فينا نقول أنه سطح نظيف
يعني أنه نحن عندنا طاقة سطح أعلى، فهي العملية مترابطة، كل ما زادت طاقة السطح عن طريق تجفيف جيد وبدون ما نضرب الويتينج المطلوب مع نظافة بشكل عام، بتأدي إلى أنه تقليل توتر السطحي للمادة، وبالتالي قدرتها على أنه تجذب المواد وتتغلغل فيها المواد اللي نستهدفينها نحن بالإلصاق. وهم بدي يشير أنه دائما، وهذا الأمر اللي هو بيخلي أهمية طاقة السطح تبرز بشكل كبير، أنه دائما ذرات أي مادة على السطح بيكون توترها أعلى من داخلها، ولذلك ممكن تفسير أن دائما الارتباط على سطح المادة هو أفضل. عندي أيضا ترطيب، وهنا نحن بدنا نحكي عن فائدة الماء في موضوع الربط مع الدنتين. بدي أقول أنه دائما الترطيب هو مطلوب وبيؤدي لارتباط أفضل، على شرط أنه ننتبه كمان أنه نحن بالنسبة للأدهيزف نفسه اللي موجود في البوندينج ما بيحب هو الماء، فبننتبه نحن لأنه عشان نقدر نحن نحقق هذا الأمر اللي يبدو متناقض للوهلة الأولى، أنه أنا بدي ترطيب عشان أحسن ارتباط السطح وتغلغله وأقلل زاوية تماس البوند دروب مع السطح، كل هاي عوامل بتزيد ارتباطه، بس عندي مشكلة أنه هاي العملية رح تؤدي لأنه البوند نفسه الأديزف اللي فيه هيدروفوبيك، فرح يكون في مشكلة، هو ما رح يرفض أنه يندخل بمنطقة رطبة. فمن هون اجت فكرة أنه نحن نعمل تركيب للبوند يكون في أدهيزف يحقق لي خواص الألصاق اللي بدي إياها، ويكون في مادة اللي هي بحقق البرايمر تكون قادرة على التغلغل، عندها قدرة على عمل زاوية تماس أو زاوية سطح كتير قليلة، وبنفس الوقت هي هيدروفيلك. فالبرايمر هيدروفيلك بينزل وبيأخذ المي كلها بيشربها، وبالتالي بتحلي أنه الأدهيزف يعمل لي الأدهيجن اللي أنا بدي إياه. آخر شيء بدي أحكي عنه هو الهايبريد زون، المنطقة الهجينة، واللي هي أساسها هو قدرة البوند على أنه يتغلغل داخل المايكروبورز اللي عملتها، وبالتالي أنه يعمل لي مثل انترلوكينج طرفيه من الكولاجين ميش في الدنتين، والطرف الآخر هو الأدهيزف في البوند. واللي بيعمل هاي العملية الوصل هو البرايمر. البرايمر بياخد جزء بيرتبط فيه مع الأدهيزف وجزء بيرتبط فيه مع الكولاجين ميش، مثل ما قلنا بيعمل كمان بنفس الوقت هو عم يتغلغل نوع من التجفاف أو التنشيف اللي هو مطلوب لأنه الأدهيزف يقوم بعمله. فمثل ما أننا شايفين الهايبريد لاير هي كولاجين ميش متعشق متغلغل مع الأدهيجين مع البرايمر تبع الأدهيجين أو البوندينج، وبيكون بهذا الشكل نحن صار عندنا منطقة بتحقق لي اكسيلنت بوندينج. هيك بكون انتهيت الجزء الأول من المحاضرة، بتمنى انه يكون مفيد، وان كنت يعني اعلم انه قد يكون جاف قليلا، لكنه مثل ما قلت هو اساس نكمل بهي السلسلة للحياة اللي تتطلب الالمام بمجموعة من المفاهيم والعوامل. المحاضرة القادمة ان شاء الله رح نحكي عن عملية الايتشينج، ونحكي عن السمير لاير، وهي الكونسبت مهم جدا في عملية البوندينج. أتمنى أنه في حال عجبكم الفيديو تضغطوا زر اللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وتعميم المحاضرة على أكبر قدر من الزملاء لا تهم الفائدة. شكرا لاستماعكم. لا